لذلك الله عز وجل يقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السؤال وردني: لماذا حجب الله عنا رؤية إبليس مع أنه عدو لنا؟ العقل والمنطق يقول: ينبغي أن تظهر صورة عدوك لكي تحذر منه، فلماذا حجب الله رؤيته عنا؟ الله تبارك وتعالى يقول إنه عن إبليس طبعا وذريته والشياطين وعالم الجن بشكل كامل: إنه يراكم هو وقبيله. ومن هو عدا الشاكلتين عالم الجن؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني نحن لا نستطيع رؤية هذه الكائنات التي خلقها الله من نار، فلماذا يقول لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا؟ نحن لا نرى الشيطان. هنا أيها الأحبة ينبغي أن ندخل قليلا إلى عالم الفيزياء. الله عندما خلق العين البشرية خلقها بطريقة مريحة لنا نحن البشر، لذلك نحن لا نرى الأشعة تحت الحمراء، يعني هذا مشروب ساخن يطلق الآن، هو يطلق أشعة تحت حمراء أنا لا أراها، تسمى هكذا. يا هل ترى أنا لو قدر لي أن أرى هذه الحرارة لن أرى أمامي شيئا، ستغطي على كل شيء، لأن الأشعة الحمراء واسعة ومنتشرة ستغطي مثل الضباب، لن أرى شيئا. طب الأشعة فوق البنفسجية أيضا أنا لا أراها، ولكن إذا قدر لي أن أراها أيضا هي مؤذية للعين ومؤذية للإنسان بشكل عام. الترددات الراديوية أنا لا أراها، مع العلم أنها عبارة عن ترددات موجودة في الفضاء. الأشعة الكونية أنا لا أراها، موجات الإلكترونات أنا لا أراها. الآن من حولنا هناك مليارات الأمواج الآن، وأنا لا أرى فقط إلا طيف ضوئي صغير، من يبدأ باللون الأحمر ينتهي باللون البنفسجي، ترددات محدودة جدا، أطوال موجية محدودة جدا. لماذا؟ لكي أستمتع، وإلا إذا كنت سأرى كل شيء كارثة. طيب بالنسبة لحاسة السمع، الله عز وجل جعل البشر يسمعون مجالا صوتيا ضيقا جدا، يعني أطوال موجية ضيقة أو ذبذبات أو ترددات محددة. لماذا لا نسمع الذبذبات المنخفضة جدا؟ كارثة، الأرض تطلق ذبذبات منخفضة بشكل دائم، لن تستطيع النوم، ستسمع الهزات الأرضية المنخفضة التي تسمعها الفيلة والضفادع وبعض أنواع الكائنات، ستكون الحياة مستحيلة يعني. فلذلك الله عز وجل من رحمته بك أيها الإنسان صمم سمعك وبصرك بحيث أنه يلتقط ما تحتاج إليه من إشارات في حياتك، وما هو يشكل راحة بالنسبة لك. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الله يعلم احتياجاتنا وهو خلقنا سبحانه وتعالى، فلذلك أخفى عنا الكثير من العوالم. يعني مثلا عالم الملائكة لماذا لا نرى؟ قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية
فظلت أعناقهم لها خاضعين. ماذا لو رأينا ملكا جناحه فقط يملأ بين السماء والأرض؟ ماذا لو رأينا عالم الجن ربما لا تستطيع النوم؟ أشكالهم لا تتفق مع تصميم دماغك ولا تتفق مع راحتك النفسية، فلذلك الله حجب عنك رؤية كل شيء فيه شر لك. النفس لماذا لا نراها؟ النفس البشرية، هل ترى الروح لماذا لا تراها؟ الإنسان ما يراه هو شيء صغير من هذا الكون. لذلك الله عز وجل يقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فأقسم الله عز وجل بالأشياء التي نبصرها والأشياء التي لا نبصرها، وهي أكثر بكثير مما نبصر. من هنا تظهر لنا حكمة عدم رؤية عالم الجن، لأن هذا سيشكل مصدر إزعاج وقلق، وربما لا ننام، ربما نبقى هكذا، ربما عقولنا ربما نصاب بجنون. وبالتالي أيها الأحبة، الله أخفى عنا هذه المخلوقات ولكن حذرنا منها. قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنا رؤيتي للشيطان لن تغير شيئا، أنا الذي يهمني أفعال هذا الشيطان. نحن حتى هنا عندما نريد أن نحذر من عدو، ليس بالضرورة أن ترى هذا العدو، يكفي أن تعرف أساليب خداع هذا العدو، كيف تحذر منه، كيف تبتعد عنه، ليس بالضرورة أن ترى. يعني أعطيكم مثال: من منكم رأى فيروس كورونا؟ لا أحد. حتى المجهر الإلكتروني يعطيك صور غير حقيقية. على فكرة الصور الملتقطة بالمجهر الإلكتروني هي صور تم تلوينها من قبل العلماء، يعني لو قدر لأعيننا أن تلتقط هذه الموجات الأشعة الإلكترونات، الأشعة المتشكلة من موجات الإلكترونات الصغيرة جدا ذات التردد العالي، لو قدر لنا أن نراها ربما نراها بشكل غير الذي يرسمه العلماء، ولكن العلماء يرسمون هذا الفيروس حسب تصورهم، أما العين لا تراه أبدا، المجهر الضوئي لا يراه، المجهر العادي بالضوء العادي لا نراه، لأن حجم هذا الفيروس أقصر من طول موجة الضوء الذي نرى به، فلذلك لا يمكن رؤيته. طيب لماذا نستعد ونعمل حسابا ونتخذ إجراءات وقائية ضد هذا الفيروس مع أننا لا نرى؟ لأن الله لو أعطانا قدرة على رؤية الكائنات المجهرية، الحياة ستكون تعيسة. تصور أخي الحبيب، راحت اليد هنا ونحن قمنا بدراسة ذات مرة، ونشرت أنا مقالا بهذا العنوان موجود على موقعي، راحت اليد، الكف هذه فيها مليارات البكتيريا هنا، هنا تتوضأ. أنا لا أرى شيء الآن، انظر إلى إذا لا ترى شيء. ضع يدك تحت المجهر الإلكتروني، ترى مئات الأنواع من البكتيريا وكلها موجودة هنا فوق طبقات الجلد، فوق الجلد وبين الشعر وبين كذا، وعلى وجهك وعلى الحاجبين وداخل فروة الرأس وعلى الشعر حتى على الثياب، هناك كائنات مجهرية. طيب أنا لو قدر لي أن أرى ذلك سأرى غابة من المخلوقات المرعبة، لن يهنأ لي عيش. فحجب الله عني رؤية هذه الكائنات رحمة بي، مثل أنت طفلك الصغير لا تريده أن يرى أشياء مرعبة، تحجب عنه بعض الأشياء المخيفة له التي تعكر مزاجه حبا به. الله كرمنا،
الله يحبك أيها الإنسان، الله عندما خلقك هو يحبك، يريد لك الخير، يريد لك السعادة، يريد أن يريك أجمل الأشياء، ولكن بشرط أن تسمع كلامه، بشرط أن تتبع التعليمات. يعني أنت عندما تدخل إلى مشفى هناك تعليمات معينة ينصح الأطباء بها، إذا اتبعتها ستكون بأمان وسلامة. إذا دخلت إلى مصنع مثلا، إلى مكان فيه مثلا كهرباء توتر عالي، مكان فيه صناعات ثقيلة، صناعات يمكن أن تضع يدك بالخطأ على مكان فتقطع يدك بآلة ما بشيء، يعني هناك تعليمات لطريقة تحركك داخل هذا المعمل أو هذه الأجهزة أو كذا، أو ضمن حقول توتر عالي أو كذا، هناك تعليمات إذا التزمت بها تخرج بأمان. هكذا الدنيا، نحن الآن في الدنيا سنعيش فترة، مثل إذا دخل شخص من باب وخرج من باب، هناك تعليمات تتبعها لتدخل وتمر بأمان وتخرج بسلام. فهذه هي الفكرة أحبتي في الله التي أحببت أن أوصلها لكم. الحكمة حسب وجهة نظري من عدم رؤيتنا لهذه الكائنات، لأنها أولا لن تقدم لنا شيئا جديدا، الله حذرنا منه ومن أساليبه ومن مكره وخداعه، حذرنا من وساوسه، من وساوس الشيطان، وأعطانا وسائل الحماية. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الوضوء، الصلاة، الصدقة، الصيام، ذكر الله، كل هذه الأشياء أسلحة تتسلح بها لتحمي نفسك من شر هذا الشيطان، وبالتالي تعيش هذه الحياة بأمان وباطمئنان. وبالتالي الله عز وجل رحمة بك ورحمة بك، ولأنه يريد لك الخير يحبك، حجب عنك رؤية هذا الكائن الذي لا تستسيغه عينك وصوته لا تستسيغه أنت، ولكن هو يؤثر عليك ويوسوس لك، ولكن لا يؤثر إلا على أتباعه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان إلا على الذين يتولونه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني هذا الكائن ليس له سلطان إلا على من يتولاه، إلا على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. من يقتنع بالشيطان ويقتنع أنه له تأثير يتأثر به بالفعل، فالشيطان يتولاه ويصبح وليا له من دون الله، قائدا له، محركا له من دون الله. ولكن ومن يتولى الله سبحانه وتعالى فإن الله هو الغني الحميد، من يتولى الله تصبح حياته سعيدة، يعيش بأمان. وهذا أنا ما أردت أن أوصله لكم ردا على سؤال الأخ الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.